يكون عنها خبراتها، وبالتالي جئنا لكي نقدم هذه الخبرة. لدينا العديد من اللقاءات مع شركائنا في اللجنة العليا للانتخابات هنا في مصر، وأيضا اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات الرئاسية. قابلنا وزير العدل ووزير البحث العلمي، وأيضا وقمنا بنقل هذه الخبرات الهندية، وأيضا لدينا هذه الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها منذ عام 1988. وهذه بدأناها بالفعل من عام 1982 كنوع من كتجربة، ولكن بدأ التدريب العملي والعمل بهذه الأجهزة منذ عام 1988، وبالتالي هذه أعطتنا الكثير من الفوائد والنتائج. كان أن النتائج أولا تأتي بسرعة وتظهر بسرعة كبيرة جدا، وهذه الأجهزة في خلال 12 ساعة يمكن أن تظهر النتائج، ولن يكون هناك تصويت باطل أو أصوات باطلة، لأن كل شيء يتم احتسابه. وهي أيضا صديقة للأشخاص الذين لا يريدون الكتابة والقراءة، وبالتالي هي وسيلة فعالة في الديمقراطية.